بطولة فريدة من نوعها تنطلق في العاصمة الروسية موسكو. فعاليات كأس العالم لنزالات القرون الوسطى نظمت هذا العام بمشاركة عشرات الفرق من دول مختلفة وتحت شعار كأس دينامو 13. اليوم الأول يتضمن مباريات عنيفة لمواجهات الاشتباك الكامل، وكل فريق فيها مكون من 5 أشخاص بالإضافة إلى 3 محاربين في الاحتياط. هذه مشاركتنا الأولى في كأس دينامو. جئت من باريس، أدهشتنا روسيا بالفعل. أداؤنا جيد نسبيا، لدينا 2 فوز و3 خسارات. فريق بيلاروسيا كان قويا جدا. تستخدم في هذه المباريات السيوف والدروع بالإضافة إلى الكؤوس. النزالات ساخنة بطبيعة الحال، وبالإمكان الفوز إما بالنقاط أو بعدد المقاتلين الذين يصمدون حتى النهاية، علما أن مدة كل نزال 10 دقائق في 3 جولات. نشعر بالتعب قليلا. نحن فريق القلعة الغربية لأننا من المناطق الغربية لروسيا، نشارك من العام 2005 ونحن في طريقنا إلى النهائي. المستوى في ارتفاع. فريق أيرون فينيكس الأمريكي اليوم من أبرز الفرق القوية. نأسف لعدم مشاركة الفريق الأوكراني والكندي، هذه فرق قوية أيضا. كل مقاتل يحدد ملابسه ودروعه التي كان قد صممها بنفسه، وقد تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما. ليس من المستبعد هنا وقوع إصابات تتطلب تدخلا طبيا، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى نقل المقاتل إلى مركز طبي. التوى كاحلي خلال النزال، لكن لا أزال قادرا على المشي. لديه أعراض تمزق في العضل، لكن الأمر كما تعرفون مرهون ببنية المقاتل. من الأفضل له أن يرتاح الآن. يحظى هذا النوع من الرياضة باهتمام عالمي اليوم، وتشارك فيه بشكل خاص دول أوروبية فضلا عن الولايات المتحدة، بعيدا عن الإقصاءات السياسية ونزعاتها. رياضة جديدة تأخذنا إلى عبق التاريخ وتحاكي مراحل عنيفة مرت بها البشرية، ولو علم الأجداد أن حروبهم ستكون خاضعة لقوانين الرياضة تتغير الكثير لربما. من العاصمة موسكو، خالد الجبوري، RT.